هنشوف دلوقتي مين مان اوف ذا ماتش ومن هو بيست بلاير في هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام ده اللي هنتابعه وبينتظروا لشبابنا شباب الفراعنه اهم قدام حضراتكم على احر من الجمر عشان يشوفوا مين مان اوف ذا ماتش وهنقدم له الجايزه. هنشوف دلوقتي مين اوف ذا ماتش عن طريق المذيع الداخلي للدوره. يتسلم الجائزة من الكابتن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد رقم 55 محمد وائل هو بيست بلاير ويستحق التشجيع وتحية زملائه صانع ألعاب منتخبنا واللي كانت أهدافه حاسمة وحازمة وعمل أكتر من لمحة جمالية في الشوط الثاني يستحق عليها مان اوف ذا ماتش او بيست بلاير او الام في بي في هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام لقاء نرجع طبعا كان معانا منتخب لعب في البطوله وعمل اداء جيد عمل مباراه كبيره قدام مصر وشرفونا بوجودهم في أرض المحروسة في أرض النيل الجميل. فليتفضل منتخب رومانيا رومانيا تيم كامير. الفرصة مش حظ وخيال ولا شرط يبقى لكم براء الفرصة نقلت حل حال الفرصة شيء مش متاح سيتم التكريم للمراكز الأولى فليتفضل السادة الأستاذ عمرو الشريفي مساعد رئيس مجلس الإدارة لشركة استادات الاستثمار الرياضي وليتفضل الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجلس إدارة أنديت سيتي كلوب وليتفضل الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد طبعا زي ما قلت في بداية البطولة فليتفضل زي ما قلت هي البطولة الدولية الأولى لشركة استادات الاستثمار الرياضي اللي بترعى البطولات مع الشريك الرسمي للاتحاد المصري لكرة اليد في أول بطولة إن شاء الله بإذن الله في أرض المحروسة هنتابع البطولات وبعد أيام كرة اليد مصدر السعادة هيكون موجود
بطولة مهمة جدا مؤهلة للأولمبياد القادمة في باريس إن شاء الله في فرنسا. بندعو كل الجمهور العظيم لمصر التواجد ومؤازرة منتخب مصر بإذن الله في البطولة القادمة. بعد ما نزل المنتخب الروماني إلى أرض الملعب، الثلاث فرق المشاركة في بطولة استادات الدولية الودية لكرة اليد للشباب، للمنتخبات الشباب، طبعاً شباب الفراعنة هم قدام حضراتكم بعد حصولهم على المركز الأول، ثم المنتخب الروماني في المركز الثاني بالزي الأزرق، وآدي دكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والكابتن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، وأيضا كابتن عمرو الشريفي نائب رئيس شركة استادات، وأيضا الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس أندية سيتي كلوب، أحد فروع شركة استادات اللي بترعاها وبتنظمها هذه البطولة بقيادة طبعا اليد المصرية. هنرجع للإذاعة الداخلية كده ونسمع التقديم والمذيع الداخلي للصالة المغطاة كابتن خالد خيري وهايدي الشيمي وميرنا هشام، تفضلوا للتكريم من المنصة الرئيسية في لقاء اليوم. بكره ابتدى اول ما جيت هتفوت عليه هتفوت في حيط، دلوقتي لو هتقول يا ريت هتقول يا ريت يفضل متاح، الفرصه مش حظ وخيال ولا شرط يبقى الكون براح، الفرصه نقلت حل حال، الفرصه شيء من شيء متاح، سؤال جواب بيتولد مع أول حلم وراه، ويبص في أسهل الوصول تلقى الوصول ما فيهوش سحاب، دول خطوتين في طريق متاح، هتشوف وعود وكأن الحلم ده امتلاك. طبعا زي ما قلت إن احنا بنعمل جوائز فردية، الجوائز الفردية دي اللجنة المسؤولة عن نظام البطولة بتحددها، وجوائز الفردية هتكون النهاردة لثلاث لاعبين اختارتهم اللجنة لوجودهم في تكريم اليوم كأفضل لاعبين في البطولة وأفضل حارس وأفضل لاعب. جايزة أفضل لاعب في البطولة هيسلمها الأستاذ عمرو أيمن الرمادي مدير التسويق الرياضي بشركة استادات. جائزة أفضل لاعب في البطولة من مصر الهائل محمد وائل، مين
الجنان. سؤال جوابه بيتولد مع أول حلم كهوراء ويبص في سؤول الوصول تلقى الوصول ما فيهوش سحاب دول خطوتين في طريق متاح هتشوف وعود وكأن الحلم ده امتلاك من غير متاح رجلك هنا وحلمك هناك وفتوك أمل شحنك حماس بتدور على حلمك في ناس والحلم ده جايلك بالمقاس لو بس قدرت يكون متاح أما أفضل حارس في البطولة قررت اللجنة ما بين حارس رومانيا وحارس مصر ولكن النسب المئوية جاءت لحارس مصر يوسف وليد من مصر هيقدم الجائزة محمد المغاوري مدير العلامة التجارية بشركة السادات للاستثمار الرياضي مين يقدر يدي الجنان سؤال جوابه بيتولد مع أول حلم كهوراء ويبص في سؤول الوصول تلقى الوصول ما فيهوش سحاب دول خطوتين في طريق متاح هتشوف وعود وكأن الحلم ده امتلاك من غير متاح أما عن أفضل لاعب في البطولة وهداف البطولة لأنه في وجهة نظري الهداف هو برضو بيكون أفضل لاعب لأن كرته بتبقى مؤثرة جدا وهو كان من أسرع اللاعبين اليوم وفي كل المباريات محمد ياسين رهوان ويسلم الجائزة الأستاذ هشام الفي المسؤول الأول للتسويق في شركة استادات للاستثمار الرياضي مين يقدر يدي الجنان سؤال جوابه بيتولد مع أول حلم كهوراء ويبص في سؤول الوصول تلقى الوصول ما فيهوش سحاب دول خطوتين في طريق متاح هتشوف وعود وكأن الحلم المركز الثالث رجلك هنا وحلمك في بطولتنا الأولى الدولية هو فريق مجر فليتفضل لإسلام ميداليات المركز الثالث المجر تيم المجر ويسلم الجائزة والميدالية البرونزية الأستاذ عمرو الشريفي مساعد رئيس مجلس الإدارة وشركة استادات للاستثمار الرياضي دلوقتي لو هتقول يا ريت هتقول يا ريت يفضل متاح والفرصة مش حظ وخيال ولا شرط يبقى الكون براح الفرصة نقلت حل حال الفرصة شيء مش متاح سؤال جوابه بيتولد مع أول حلم كهوراء ويبص في سؤول الوصول تلقى الوصول ما فيهوش سحاب دول خطوتين في طريق متاح هتشوف وعود في أرض المحروسة هنلتقي دائما مع البطولات الدولية برعاية شركة استادات للاستثمار الرياضي اللي حطرع مع الشريك الرسمي للعبة وهو الاتحاد المصري لكرة اليد الصورة التذكارية هانغريان تيم والآن ساكند بليز المركز الثاني واللي حصل عليه فريق رومانيا هيسلم الجوائز
للمركز الثاني والميدالية الفضية كابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلاب، وكابتن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، وكابتن عمرو الشريفي مساعد رئيس مجلس الإدارة وشركة استادات للاستثمار الرياضي. دائما وابدا المحروسه في القلوب مش ممكن تدوب، جمله بنقولها باستمرار لان ما فيهاش هزار، مصر معاها النص. تلقى الوصول ما فيهوش سحاب، دول خطوتين في طريق متاح، هتشوف وعود وكأن الحلم ده امتلاك من غير متاح، رجلك هنا وحلمك هناك، وبصوت امل شحنك حماس بتدور على حلمك في ناس. الصوره التذكاريه لفريق رومانيا وحاصل على المركز الثاني لاول بطوله دوليه وديه برعايه شركه استادات للاستثمار الرياضي والشريك الرئيسي الاتحاد المصري لكره اليد. بكرة ابتدى أول ما جيت، هتفوت عليه هتفوت في حيط، دلوقتي لو هتقول يا ريت هتقول يا ريت يفضل متاح، والفرصة مش حظ وخيال ولا شرط يبقى الكون براح، الفرصة نقلت حل حال، الفرصة شيء من شيء متاح. منتخب رومانيا المركز الثاني وأصحاب الميدالية الفضية لأول بطولة دولية تحت رعاية شركة استادات للاستثمار الرياضي. Congratulations رومانيا تيم هان بول جونيور. والآن الأبطال، والأبطال في مصر آخر جمال، ولاد المحروسة، ولاد مصر معاهم النصر، رابع العالم في آخر بطولة عالم، منتخب مصر الشباب والميدالية الذهبية لأول بطولة، فليتفضل منتخب مصر لاستلام الميدالية الذهبية من المنصة الرياضية من الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وكابتن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، وكابتن عمرو الشريفي مساعد رئيس مجلس الإدارة لشركة استادات للاستثمار الرياضي، وكابتن أيمن صلاح الحارس الأول في أفريقيا ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلاب. ما ننساش الجهاز الفني لمنتخب مصر الكابتن طارق محروس صاحب ثالث العالم في آخر بطولة شباب، كابتن محمد عبد النعيم مدرب الحراس المرمى، كابتن مهند السحيلي، كابتن محمد عبد المنعم المدير الإداري، والدكتور مني. بكرة ابتدى أول ما جيت، هتفوت عليه هتفوت في حيط، دلوقتي لو هتقول يا ريت هتقول يا ريت يفضل متاح، الفرصة مش حظ وخيال ولا شرط يبقى الكون براح، الفرصة نقلت حل حال، الفرصة شيء من شيء متاح. الصورة التذكارية لمنتخب مصر للشباب بالتوفيق إن شاء الله لرجال مصر، لرجال المحروسة في البطولات القادمة برعاية شركة استادات للاستثمار الرياضي، وأول بطولة دولية، وطبعا كرة اليد بنحبها بجد، وعلى المنصة الرئيسية تاريخ الاثنين لعبوا مع بعض هما الاثنين، والتشابه كبير جدا حتى في الأسماء، كابتن عمرو صلاح أمين الصندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، كابتن أيمن صلاح وأفضل حارس في أفريقيا سابقا وأفضل حارس في العظماء السبعة في ألمانيا
في 2006 عندما فازت مصر بالمركز الثاني. بكرة ابتدى أول ما جيت هتفوت عليه هتفوت في حين دلوقتي لو هتقول يا ريت هتقول يا ريت يفضل متاح والفرصة مش حظ وخيال ولا شرط يبقى الكون برا زي ما أقول وحقول وعيد بالتأكيد حال الفرصة شيء من شيء متاح زي ما أقول وحقول إنه المركز الأول ويسلم الكأس للمركز الأول الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد والكابتن عمرو أشريفي مساعد رئيس مجلس الإدارة لشركة استادات الاستثمار الرياضي والكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجلس إدارة أندية سيتي كلوب والكابتن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد لكابتن الفريق وكابتن منتخب مصر الشباب أحمد طغيان. المركز الأول وأول جائزة لأول بطولة دولية ودية تحت رعاية شركة استادات للاستثمار الرياضي والشريك الرئيسي الاتحاد المصري لكرة اليد. وهناك تاريخ كبير لا يمكن أن ننسى أبداً. مبروك منتخب مصر المركز الأول. مبروك مبروك. إن شاء الله دائماً موجودين. إن شاء الله دائماً متجمعين بإذن الله. الحضور الكريم. هانغرين تيم. Thank you. رومانيا تيم. Thank you for this champion and good play in Egypt. Welcome Egypt again, inshallah. شكرا. الحضور الكريم ان شاء الله باذن الله كلنا موجودين ومتجمعين عشان نقدر منتخب مصر باذن الله يوم الاربعاء القادم في مباراه افتتاح لبطوله افريقيا والمؤهله للاولمبياد. كل سنه وانتم طيبين ونشوفكم على خير. رجلك هنا وحلمك هناك وصوت امل شحنك حماس بتدور على حلمك في ناس والحلم ده جاي لك بالمقاس لو بس قدرت يكون متاح ابتدى اول ما جيت هتفوت عليه هتفوت في حين دلوقتي لو هتقول يا ريت هتقول يا ريت يفضل متاح والفرصه مش حظ وخيال ولا شرط يبقى الكون براح الفرصه نقلت حل حال الفرصه شيء من شيء متاح سؤال جوابه بيتولد مع أول حلم كاه وراه ويبص في أسهول الوصول تلقى الوصول ما فيهوش سحاب دول خطوتين في طريق متاح هتشوف وعود وكأن الحلم ده امتلاك من غير متاح رجلك هنا وحلمك هناك وخطوط أمل شحنك حماس بتدور على حلمك في ناس والحلم ده جايلك بالمقاس لو بس قدرت يكون متاح